أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من تحت الضوء. منذ العام 1979 لم تنتهي التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز، فكلما حدثت أزمة خرج النظام بتهديد بإغلاق مضيق هرمز، ولكنها لم تنفذ أي تهديد من تهديداتها هذه. البعض يرى أن إيران تدرك مدى خطورة العواقب التي يمكن أن تترتب على قرار إغلاق مضيق هرمز في هذه المنطقة الاستراتيجية المهمة من العالم، ولا يمكن أن تخاطر بتنفيذ تهديداتها، ولا يستبعد اقتصاديون ومحللون أن تصل أسعار النفط إلى 400 دولار للبرميل، ربما أكثر حسب خبراء اقتصاديين، وسيكون الأمر حينها أقرب إلى الانتحار الإيراني. نتساءل في هذه الحلقة، هل تستطيع إيران إغلاق المضيق فعلا لو منع نفطها من التصدير؟ ما موقف حلفاء إيران من ذلك؟ هل ستستجيب دول العالم لأوامر الإدارة الأمريكية؟ ما مدى تأثير كل هذه التطورات على مساحة النفوذ الإيراني وفعل النفوذ الإيراني في المنطقة؟ أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور أسامة الملوحي، رئيس هيئة الإنقاذ السورية. مرحبا بك دكتور أسامة. حياكم الله. حياكم الله. أيضا أرحب بضيفي من المملكة العربية السعودية عبر الهاتف الدكتور عبد الحفيظ محبوب، أستاذ الجغرافيا السياسية، وأيضا الأستاذ محمد المدحشي المتخصص بالشأن الإيراني. إذا مشاهدينا الكرام، نتابع سوية هذا التقرير ثم نبدأ الحوار. كثيرة هي التهديدات الإيرانية منذ عام 79 و900 ألف بإغلاق مضيق هرمز، فكلما حدثت أزمة، وما أكثر أزماتها، خرج أحد مسؤوليها للتهديد بإغلاق المضيق، لكن إيران وعلى مدى نحو 4 عقود لم تنفذ تهديداتها ولو لمرة واحدة. ولعل من أشهر الحوادث الهجوم الذي وقع في نيسان عام 88 و900 ألف، والذي أدى إلى تدمير سفينتين حربيتين إيرانيتين. وحينها هددت إيران أيضا وتوعدت وأزبدت بأنها ستغلق المضيق، ومع ذلك لم تتجرأ، وها هو التهديد يتجدد على لسان القيادي في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل كوثري حول المضيق بقوله: في حال كانوا يريدون إيقاف الصادرات النفطية الإيرانية، نحن لن نسمح بمرور أي شحنة نفط عبر مضيق هرمز. الرئيس الإيراني حسن روحاني بدوره تحدث عن قدرة بلاده على منع شحنات النفط من الدول المجاورة إذا ما استجابت الدول لطلب الولايات المتحدة بعدم شراء نفط إيران. طهران تدرك العواقب التي يمكن أن تترتب على قرار قطع سير النقل في هذه المنطقة الاستراتيجية من العالم، وهي تعلم جيدا أنه لا يمكن أن تخاطر بتنفيذ تهديداتها، ولا يستبعد أن تصل أسعار النفط في حال إغلاق المضيق إلى 400 دولار للبرميل الواحد حسب خبراء اقتصاديين، وسيكون الأمر حينها أقرب إلى الانتحار الإيراني. لو كانت طهران قادرة واقعيا على السيطرة على المضيق لسيطرت عليه منذ اليوم الأول لثورتها عام 79 و900 ألف، لكنها تكتفي منذ ذلك الحين بإطلاق التهديدات اللفظية من أجل تخفيف الضغط عليها. الخارجية الأمريكية أعلنت أن واشنطن تسعى لتقليص الإيرادات النفطية الإيرانية إلى الصفر، وسبق للرئيس الإيراني أن علق على هذا الإعلان الأمريكي وقال إن الولايات المتحدة لم تفكر في عواقب هذه الخطوة. كما أعلن قائد فيلق القدس قاسم سليماني أن طهران مستعدة لعرقلة صادرات النفط من منطقة الشرق الأوسط. إذا تابعنا سوية هذا التقرير، نتساءل في هذه الحلقة عن محددات النفوذ الإيراني بعد التهديدات الإيرانية، تهديدات نظام الملالي في إيران إغلاق مضيق هرمز. وأرحب مرة أخرى بضيوفي الكرام في الاستوديو، دكتور أسامة الملوحي رئيس هيئة الإنقاذ السورية، وكذلك دكتور عبد الحفيظ محبوب أستاذ الجغرافيا السياسية، والدكتور محمد المدحشي المتخصص بالشأن الإيراني، والدكتور نبيل العتوم المتخصص أيضا بالشأن الإيراني. أبدأ بالدكتور نبيل العتوم. أرحب بك دكتور نبيل. أهلا بك دكتور نبيل. يعني نتساءل، يعني هل فقد النظام الملالي في إيران توازنه حتى يهدد بوقف إمدادات النفط العالمية؟ شكرا جزيلا لك. يعني لا شك أن النظام الإيراني قد فقد خياراته مع تصاعد وصولة العقوبات الأمريكية، على الرغم من عدم يعني دخول هذه العقوبات في التنفيذ. هنالك في شهر هذا العام سوف
تبدا سلسله من هذه العقوبات، سوف تبدا بعقوبات على السيدات المحليه، عقوبات على الشركات، ثم تتساعد مع بدايه شهر نوفمبر ايضا من هذا العام بعقوبات على قطاعي النفط والغاز، وكما قال الرئيس الامريكي حتى يصبح صادرات ايران صفر. في واقع الامر هذا يعكس تخبط غير مسبوق بالنسبه للقياده الايرانيه. كما تعلم اخي العزيز هنالك سقوط ثر للثومن الايراني، نحن نتحدث عن تجاوز عتبه الثومان مقابل الدولار اكثر من 10,000 ثومان مقابل الدولار الواحد، فهذا امر غير مسبوق في تاريخ الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه، بالاضافه الى معاناه ايران من ازمه اقتصاديه. نتحدث عن اكثر من 40 مليون ايراني تحت خط الفقر، نتحدث عن اكثر من 12 مليون ايراني في عنق الفقر الغذائي بمعنى مجاعه، نتحدث عن 35 مليون ايراني ايضا عن العطش في محافظات السستان بلوشستان ومناطق الاحواز ومناطق عديده من ايران، ما ادى الى اندلاع المظاهرات والاحتجاجات في هذه المناطق. نتحدث ايضا عن أزمة هوية غير مسبوقة خاصة أو تجلت من خلال دعني أسميه عمليات استهداف لأهل السنة بشكل جماعي، وكان من ضمنها اغتصاب أكثر من 40 فتاة بدوشية، بالإضافة إلى أيضا ما يحدث في الأحواز، وهذا عدا أيضا عن معاناة إيران، وصول البطالة أكثر من 30%، حالة تضخم غير مسبوق، مؤشرات الفساد وصلت في إيران مثلا تحت 136 من 174 دولة، وجعل هذا الرئيس خاتم الرئيس الايراني السابق يقول ان ايران تسيق نحو الانهيار. في واقع الامر كل هذا بالاضافه للتغيرات الاقليميه والجذريه، انخراط ايران في مداخل الخدمات الاقليميه استهداف قدرات ايران، حدثت الازمه السوريه تستهدف من ايران تقريبا اكثر من 3 مليارات دولار سنويا، الحوثيين دعت حزب الله في حزب الله اللبناني، بالاضافه الى ايضا الاداره الامريكيه الكبيره خاصه مع مجيء اداره ترامب التي طبعا بدأت استراتيجية عنوانها مواجهة إيران وتحكيم نفوذ إيران من خلال مداخل الأزمات الإقليمية لا سيما في العراق وفي سوريا، وطرح شعار لابد من جعل النظام الإيراني ينكفئ داخل حدوده. أمام كل هذه المعطيات، أمام هذه المعطيات أنا بعتقد أنه بات النظام الإيراني هو نظام مربك يعاني من كثير، قد تؤدي من كثير من العوامل خاصة التهاب البيئة الإقليمية، الدول التي تشترك بجبرية جغرافية مع إيران خاصة في الحوزة الجنوبية التي تشترك بجبرية مع دول مجلس التعاون الخليجي ترتبط علاقات صراعية أكثر من أي وقت مضى نتيجة تدخل إيران المدمر والمخيف في المنطقة. نعم دكتور أسامة الملوحي، يعني لا يعني بلا شك أنه بحسب وصف الدكتور قبل قليل نبيل العتوم، هناك تخبط غير مسبوق للنظام الإيراني، هناك مشكلات داخلية يعاني منها النظام الإيراني من داخل البلد، يعني فوران شعبي، مشكلات في الداخل كثيرة متزايدة، يعني أيضا هناك في الخارج يعني تواجه، يعني مثلما جاءت الإدارة الأمريكية إدارة ترامب تحدثت عن لابد من مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة، كل هذه الأمور كيف تفسرها مع انطلاق التهديدات بإغلاق مضيق هرمز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة التصريحات والشعارات التي نسمعها مؤخرا، ولأركز على تصريح إيران فيما يخص مضيق هرمز، ولو أن المسؤولين الإيرانيين تراجعوا عن هذا التصريح وقالوا أنه قد فهم على غير حقيقته، ما أدري ما حقيقة التصريح، تراجعوا. نعم قالوا يعني أخذ تصريح روحاني على محمل لا يقصده وهكذا. لنفترض أن هذا وارد. الأمر الثاني تصريحات ترامب بين قوسين المبالغ فيها، أنه سيوصل صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، هذا معناه أن حكومة الملالي ستزول بلا شك. إذا فعلها ترامب معناها المؤسسة الصفوية الإيرانية الحاكمة ستزول، وهذا أمر يعني مؤكد بناء على ما الغليان، أنا أقول الجزئي داخل إيران، والتورط الإيراني في المناطق في سوريا في العراق في اليمن وحتى في لبنان، هذا معناه زوال هذه الحكومة وسقوطها، وبوقت قياسي سيفاجئ الجميع. لذلك أقول هل تريد أمريكا فعلا
أن تسقط هذه المؤسسة، هذه الحكومة، الحكومة الإيرانية. هذا أنا عندي مشكوك به، وأعتقد أن التصريحات والشعارات يعني خاصة من قبل أمريكا، من قبل ترامب، لها سعر، لها مدلول ومدلولات، يعني هي تبيع، تبيع حتى التصريحات. وأنت تعلم أن البعبع الإيراني تريده أمريكا، يعني كفزاعة مثمرة تدر عليها المليارات. وجود إيران ضعيفة للغاية ليس في مصلحة ترامب ولا الولايات المتحدة. ربما تتعرض إيران، تتعرض هذه الحكومة لضربات في مواقع نووية، في مواقع نفطية، نعم، ولكن ليس من صالح الولايات المتحدة أن تكون إيران ضعيفة للغاية. إذا كان ليس من صالح أن تكون هناك إيران ضعيفة، إذن كيف ممكن الجزم بأنه في حال لو هددت النظام الإيراني بإغلاق المضيق، هدد فقط بدون تنفيذ، سيعقبه يعني مراحل أولية لإضعاف هذا النظام بضرب هذه الأهداف؟ يعني هل هذا سيؤدي بالتالي إلى زوال النظام، زوال النظام الملالي مثل ما تفضل؟ يعني قضية النفط قضية حساسة للغاية، فإذا فعلت إيران ما يعني تجعجع به إعلاميا فستكون الكارثة على إيران بالدرجة الأولى، لأن حتى أكبر مصدر للنفط السعودية لديها يعني خط أنابيب في مناطق البحر الأحمر في ينبع، ولديها بدائل وتستطيع أن تصنع بدائل خلال أشهر. بالضبط. على كل الأحوال الكويت ستكون المتضرر الأكبر، الإمارات لديها موانئ في الجهة الشمالية تستطيع أن تصدر، وقطر يمكن أن تتفاهم مع إيران أصلا، هي متفاهمة مع إيران. في كل الأحوال لننظر إلى الطرف الذي يكيد، الطرف الأقوى في العالم اليوم في هذا المجال هي أمريكا. أمريكا تريد فزاعة، تريد أن تستنزف كل دول الخليج من خلال وجود إيران. إيران غير ضعيفة، لا أقول قوية ولكن غير ضعيفة. لذلك قضية النفط ستدمر إيران تماما وفي وقت قياسي ستنتهي إيران تماما. فيما يتعلق بتنفيذ إيران لتهديداتها في قضية مضيق هرمز، هذا الأمر يدخل بحسابات عسكرية لا تستطيع إيران ولا تتحمل إيران ذات المساحة الواسعة جدا وأهدافها مكشوفة، وهي وأهداف بالآلاف، آلاف الأهداف أمام الصواريخ الأمريكية والطائرات المسيرة عن بعد إلى ما هنالك. إيران عسكريا لا تستطيع أن تتحمل الضربات الأمريكية البعيدة، وهي تدرك ذلك تماما. هناك نقطة واحدة فقط، يعني أمريكا ضعيفة فيها أمام إيران، هي في العراق. يجب أن نذكر المشاهد الكريم أن هناك تحالف حقيقي ومعلن بين أمريكا وإيران، وهذا التحالف ظاهر ومعترف به في أفغانستان، وظاهر بين في العراق، كل العراقيين يعلمون بالتفصيل أن هناك تحالف وتقاسم للموارد بين أمريكا وبين إيران، وحتى الحكومة العراقية ولاؤها ما بين يعني متجه باتجاه إيران والولايات المتحدة. لذلك يجب أن نذكر أيضا أن الذراع البري للتحالف ما يسمى ضد الإرهاب ما زال ذراعا إيرانيا، إن كان الحشد الشعبي ولا الجيش العراقي، الذي وجدنا قاسم سليماني يدخل العراق بدون استئذان الحكومة العراقية ويدخل إلى مناطق ويوجه الجيش العراقي والحشد الشعبي، وجدنا ذلك في كركوك وذكرناه على قناتكم الكريمة. كيف أن أمريكا تخلت حتى عن الأكراد، يعني عن البرزاني، واعتمدت إيران وسمحت لإيران أن تدخل إلى كركوك، والقصة تطول. على كل أحوال نذكر بوجود هذا التحالف الإيراني وهو معلن لمن يتتبع قليلا. يعني مثلا أوباما بكل وضوح منذ 4 سنوات قال صراعنا مع داعش، يعني 3 سنوات ونصف، له جانب ديني، ولذلك علينا، هكذا قال، علينا أن نتحالف مع إيران في هذا المجال، وفعل ذلك. فلا يظنن أحد أن وجود عشرات الآلاف من الجنود الأمريكان في العراق، إن كان حول السفارة أو في القواعد الأمريكية، أنه أمر بسيط وأمر سهل بوجود نفوذ إيراني عسكري يستطيع أن يؤذي الأمريكان، لأنه قضية الحرب، حرب العصابات، و
حرب الكمائن ومهاجمة الأهداف يعني داخل العراق ستكون يعني بسيطة وسهلة على الأطراف الموالية لإيران. علينا أن ننظر جيدا، ولذلك الأمر الذي أراه أن الجعجعة، وأمريكا استفادت من تصريح إيران لأنها أخافت إيران، أخافت الخليج أيضا، حتى يبقى الخليج يعني على علاقة وثيقة، على علاقة تدفع المال باستمرار للإدارة الأمريكية التي أتت وتعلن. لا يوجد الآن شيء يعني مخبأ أو شيء سري، يعني عليهم أن يدفعوا، كررها عدة مرات ترامب ويقصد السعوديين وأهل الخليج، عليهم أن يدفعوا. إذا أرادوا أن نبقى في سوريا عليهم أن يدفعوا، إذا أرادوا أن كذا وكذا عليهم أن يدفعوا، الأمر مكشوف. فلذلك هذه الفزاعة تدر على أمريكا المليارات. طيب ماذا لو فعلت إيران ذلك ونفذت تهديداتها بإغلاق مضيق هرمز؟ هل هي فعلا قادرة في ظرف ما، يعني اضطراريا مثلا، أو إذا أرادت أن تضغط ولم تستطع أن تضغط بأي ورقة إلا باستخدام هذه الورقة، هل تستطيع يعني عسكريا فعلا؟ ستفعل ذلك ربما لأسابيع قليلة، تستطيع من خلال الشواطئ الإيرانية وليس الزوارق، لأن الزوارق تتعرض، يعني السفن والمدمرات وكذا تتعرض لضربات قاصمة خلال ساعات، لأن أهداف مكشوفة أمام الطيران الأمريكي المتطور إلى ما هنالك. لكن من الشواطئ الإيرانية ممكن أن تضرب صواريخ تستهدف الناقلات النفط كذا إلى آخره، ولكن هذا لن يستمر إلا لأسابيع، لأن هذه الشواطئ الإيرانية، إذا لدينا أهداف، يعني لدينا مدمرات تتحرك لضرب السفن وضرب ناقلات النفط، ولدينا يعني منصات ثابتة، المنصات الثابتة مع الأرض التي تحتها ستزول يعني بأطنان من المتفجرات وبالقنابل الذكية والغبية وإلى ما هنالك، يعني ستزول كل الموانئ الإيرانية التي تنطلق منها مثل هذه الصواريخ. نحن نتكلم عن قضية استراتيجية تجعل من الولايات المتحدة في حالة جنون لو كما قلتم وصل سعر البرميل إلى 400 ربما فما فوق مثلما توقع اقتصادي، وهناك أمر خطير أيضا، ولن يستمر إلا لأسابيع على فكرة. تستطيع بعدها أمريكا أن تفتح هذا الممر، ودول الخليج لديها بدائل عدا الكويت ربما. البعض يقول يعني إيران تفعل ما تريد لأن لها مشروعا، البعض يقول، بينما العرب ليس لهم أي مشروع. يعني على سبيل المثال المفاعل النووي الإيراني أو الاتفاق النووي الإيراني، هددت إيران في حال إلغاء هذا الاتفاق بأن له تبعاته، سيكون لهذا الإلغاء تبعاته. يعني هل ممكن أن يكون هذا بداية تبعات يعني إلغاء الاتفاق النووي مع إيران، أو انسحاب أمريكا، أو يعني رفع يدها منه؟ يعني الدور الأوروبي يحاول إنقاذ إيران من العقوبات، كل العقوبات، حتى في قضية تصدير النفط أظن أن الدور المنافق الأوروبي واضح أيضا، يريد إنقاذ إيران، وهناك مفاوضات مستمرة في هذا الجانب، وهناك ضغط إيراني وتمنع وتطلب من أوروبا بأنه هذا ليس كافيا ما قدمتيه من فقرات اقتصادية لتلافي العقوبات الأمريكية والانسحاب الأمريكي من اتفاقية الملف النووي. أمريكا إيران تتمنع وتطلب المزيد. على كل، هناك الدور الأوروبي المنافق يجب علينا أن نركز عليه. في ذكرك لقضية العرب والمشروع العربي والمشروع الإيراني، أولا المشروع الإيراني مشروع، يعني اسمح لي أن أذكر عبارة، تفضل. نعم، يعني هذه العبارة ربما ليست سياسية ولكنه مشروع قذر بنظر كل شعوب المنطقة. المشروع الإيراني مشروع قذر، ليس فقط توسعي، ليس فقط لنهب ثروات البلاد. يا رجل أتباع إيران في العراق بعد أسبوع من وصولهم للحكم وسقوط صدام حسين طالبوا بأن تكون الميزانية العراقية أول من أولوياتها تعويض إيران عن الحرب. إيران وحرب وكذا. يعني إيران يجب علينا أن نفهم أن حتى تسترها بالمذهبية والطائفية وراء أهداف اقتصادية، وأهداف نقول ليست اقتصادية وإنما أطماع اقتصادية، أطماع. لذلك تحت غطاء عقائدي. المشروع الإيراني يا سيدي مشروع غير نظيف، توسعي، وهناك أمر استئصالي. يعني أنت عندما يهدد وجودنا كأهل السنة والجماعة، ونحن الأمة، لسنا طائفة، لسنا مذهب،
نحن الأمة، ومن خرج عن أهل السنة والجماعة هي الطوائف. لذلك أقول لك أن أهل السنة مهددون بوجودهم، يعني مثلا الصهاين، المشروع الصهيوني خطر، ولكن المشروع الصهيوني ليس فيه أن يجعل منك يهوديا فتصبح تابع له من الصميم، خاصة أولادك. لا يوجد تهويد للأشخاص، لكن هنا يوجد تشييع صفوي يكون بعد ذلك. إذا مو الجيل الأول، الجيل الثاني تابع لقم وطهران وليس تابع حتى لأي مرجعية دينية غير إيرانية، سيكون هناك إزالة، استئصال، وهذا أخطر ما في المشروع الإيراني. إذن هو توسعي، هو طامع بالثروات، واستئصالي، يشكل خطر على وجود الشعوب في المنطقة، وخاصة نعم الشعوب العربية. أرحب، اسمح لي فقط دكتور، أرحب بالدكتور عبد الحفيظ محبوب، أستاذ الجغرافيا السياسية، ينضم معنا عبر الهاتف من المملكة العربية السعودية. مرحبا بك دكتور عبد الحفيظ. دكتور عبد الحفيظ مرحبا بك. دكتور عبد الحفيظ تسمعوني؟ إذا كنت تسمعني دكتور عبد الحفيظ، يعني أسألك بداية، يعني هذا التهديد، تهديد النظام الإيراني بإيقاف إمدادات النفط العالمية رغم المشكلات التي تعاني منها إيران، يعني كيف تابعته؟ إلى أن يتم تأمين الاتصال مع دكتور عبد الحفيظ محبوب، سنتابع سوية هذا الجرافيك، التقرير الجرافيك الذي تم إعداده بشأن هذا الموضوع وهذه التهديدات الإيرانية لإغلاق مضيق هرمز وتابعات هذه التهديدات، لنتابع سوية. تولي حبلغك أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، تابعنا سوية هذا التقرير الجرافيك الذي يعد عن محددات النفوذ الإيراني وهذه التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز وتابعاتها. الحرس الثوري أكد أنه إما أن يكون المضيق أو هدد بإغلاق هذا المضيق، القيادة المركزية الأمريكية رددت مؤكدة أنها وشركائها يوفرون الأمن للمنطقة، وإيران مثلما يرى محللون اعتادت على إطلاق التهديدات والعودة عنها، مثلما تفضل أيضا الدكتور أسامة اللحي. أرحب مرة أخرى أستاذ عبد الحفيظ محبوب، هل تسمعني؟ أهلا وسهلا بك. أهلا بك دكتور. دكتور عبد الحفيظ، يعني نتساءل، هل فقد النظام الملالي، نظام إيران، توازنه حينما يهدد بوقف إمدادات النفط العالمية؟ أعتقد أن النظام الإيراني يعني بعد 2016 حينما حقق الاتفاق النووي وربطه بالنفوذ الحقيقي، لم يتوقع بأن يأتي عهد جديد ينقلب الاتفاق. أنا يعني الآن العهد الجديد هناك عقوبات شديدة جدا، لم تكتفي الإدارة بالعقوبات الاقتصادية، هناك 160 شركة أوروبية عامة في إيران هددت بعقوبات خاصة، ولذلك تأتي ورقة النقد لخنق الاقتصاد الإيراني، بل قد يؤدي إلى انهيار النظام. حقيقة ورقة النقد تعتبر أهم سلاح في استراتيجية الضغط على إيران، إخراج الحقول الشروط الأمريكية الـ 12. الحقيقة ورقة النقد
وربط العقوبات الاقتصادية هي تعتبر سلاح أفضل من المواجهة العسكرية المكتبة، وتتحقق الحقيقة أغراض. الآن حينما تتجه إيران وتحدد المملكة العربية السعودية لأن من ينتج حصة إيران بسوق النفط إنما يرتكب خيانة خط نحو إيران تدفع منعه يوم ما. أعتقد أن إيران هي تخطي، أن المملكة السعودية هي تحارب النفوذ الإيراني في اليمن، البحرين، في المنطقة الشرقية، في السودان، في الإفريقي. دكتور عبد الحفيظ، عذرا يعني سنعاود الاتصال بحضرتك مرة أخرى بعد تأمين الصوت لأن الصوت غير واضح، سنعاود الاتصال بكم مرة أخرى. إذا مشاهدينا الكرام، بالعودة إلى دكتور أسامة الملوحي، دكتور أسامة، يعني كل هذه التطورات كيف ستؤثر على مساحة النفوذ الإيراني وفعل النفوذ الإيراني في المنطقة، وخصوصا لنأخذ بداية مثلا يعني الملف العراقي أو الملف السوري. إيران اعتادت دائما مثل ما يرى مراقبون أن تستخدم أوراق معينة للضغط في سبيل استحصال يعني مصالح مستقبلية. هل ترى أن هذا الأمر يندرج ضمن ذلك من وجهة نظرك؟ يعني إلى الآن لا يوجد تطورات، إنما هي تصريحات، وقلنا أبرز تصريحين هو قضية إغلاق المضيق من طرف إيران، تصريح وتراجعت عنه، وهناك تصريح مديد لترامب بأنه سيجعل من صادرات النفط الإيرانية صفر، وتصريحه على فكرة هو يتحدث عن مستقبل مفتوح هكذا. لذلك لا يوجد تطورات إلى الآن، وأنا أشير بوضوح وأكرر أن هناك تحالف أمريكي إيراني، ليس من السهولة أن ينفض هذا التحالف. هناك أمر مهم للغاية، السياسة الخارجية الإيرانية تنسجم مع عقيدة التقية، بمعنى أن يظهر شيئا ويبطن أشياء أخرى. لذلك قضية التراجع حدثت وستحدث، قضية التسويات غير المعلنة واردة جدا، واردة جدا، وهي يعني في السابق حصلت. فقضية التراجع والتسويات وعقد الصفقات في اللحظات الأخيرة وارد جدا. ونركز أيضا على موضوع نكرره باستمرار، أمريكا دائما تريد في المنطقة أن يكون هناك من يخيف الجيران لتستثمر ذلك. انظر في التقرير الجرافيك، يعني القيادة المركزية الأمريكية أعلنت فورا أنها ستؤمن المنطقة أمنيا عسكريا، هي جاهزة. طبعا يجب أن يدفعوا، عليهم أن يدفعوا، لا تنسى هذا الشعار، شعار ترامب، عليهم أن يدفعوا، من كل من في المنطقة يجب أن يدفع. لذلك عندما تحصل تطورات حقيقية نناقشها، أما أن نناقش الدعاية الإيرانية التي يعني تقول الموت لأمريكا ونجد بوقاحة صارخة غطاء جوي لإيران للدخول مثلا إلى كركوك كما أشرت لك، وهناك لا يوجد لا داعش ضمن المدينة، لا يوجد لا داعش ولا حرب ضد الإرهاب. في ضوء يعني حكم القطب الواحد عالميا، هل بحاجة أمريكا لأن تستخدم إيران لتخوف بها دول المنطقة، وأمريكا تستطيع أن تأخذ ما تريد؟ لا لا، أمريكا تأخذ ما تريد بهذه الوسائل القذرة، وهذه الكلمة كلمة سياسية، وسائل قذرة. أنت أمام أمر بالعموم، كان الكيان الصهيوني كيان وهو كيان قومي وليس ديني، يعني الدين جزء من قوميتهم وليس العكس، فهو كيان قومي وكان هناك حراك قومي عربي وحكام يدعون القومية وكذا، فكان الكيان القومي في وسط كيانات العرب القومية كان كيان يستنزف العرب، واستنزف العرب لعشرات السنين. أنا أرى أنه اليوم هناك يعني سواء بخطة مسبقة أو بإقرار أو تكريس واقع حال، أن يكون هناك كيان أضخم معادي لما حوله. الكيان الصهيوني كان معاد لما حوله، وبالتالي هذه المنطقة تستنزف باستمرار بحروب، حروب باردة وساخنة وحروب حتى اقتصادية. المهم اليوم لدينا كيان أكبر معادي لما حوله، معادي بفعل التحريض والتعبئة، والتعبئة بحقد، وهي من طرف واحد يعني من طرف إيران، تعبئ بآلة إعلامية فيها عشرات الفضائيات، وأنت تعلم أنها تحرس
على التعبئة ضد أهل السنة بين قوسين أي ضد المسلمين. في شرقها هناك يعني مئات الملايين من المسلمين السنة، وفي غربها كذلك. لذلك وجود هذا الكيان في وسط العالم الإسلامي يستنزف العالم الإسلامي أكثر من الكيان الصهيوني. وربما سيقال لإسرائيل أنت أصبحت صديقة فأرتاحي وعيشي بنعيم، هناك كيان أكبر يستنزف المسلمين ويدمرهم بحروب باردة وصراعات وحروب ساخنة أيضا، ولا نعلم ما هي الحروب التي ستنشأ في المستقبل، لأن هذا التحريض مستمر ممنهج، وتعرفون نتائجه في المنطقة كيف خرب سوريا عفوا وخرب العراق ويخرب اليمن وخرب لبنان وإلى ما هنالك. مشروع قذر حقيقة تستثمره أمريكا. نعم سأعود إليك مرة أخرى دكتور أسامة. دكتور عبد الحفيظ محبوب تسمعني الآن؟ إيه نعم. أهلا بك والآن الصوت واضح. دكتور يعني الخارجية الأمريكية أعلنت أنها تسعى أو واشنطن تسعى لتقليص الإيرادات الإيرانية إلى الصفر، كيف تنظر إلى ردة الفعل الدولية؟ كيف هل سيستجيب العالم لأوامر ترامب أوامر الإدارة الأمريكية؟ لا أنا أعتقد الولايات أود أعلق قليلا أن أمريكا هناك تغيير في استراتيجيات ما بعد قام العاد جنيار حد فيد الولايات المتحدة نحو الاستقلال. هناك تموضعات وتحالفات جديدة، بزوغ قوة جديدة، الصين، روسيا، هذه نقطة يجب أن نضعها في الاعتبار عند تحليلنا لأي أوضاع تتعلق بالمنطقة. إجابة على سؤالك، حقيقة الولايات المتحدة يعني الآن تفرض على حلفائها الأوروبيين، هناك 160 شركة أوروبية عاملة في إيران مهددة بعقوبات أمريكية قاسية. الآن هناك حلفائها المستوردين في آسيا على رأسهم اليابان، جنوب كوريا، الهند، هذه الدول كلها أبدت استعدادها وبدأت بالفعل. جنوب كوريا، بدأت اليابان، بدأت الهند تبحث عن مصادر أخرى للنفط وتعويضها من المملكة العربية. أنا أعتقد يعني إيران هي في أسوأ حالاتها منذ الثورة الإيرانية في عام 1979. الحقيقة تعاني انهيارات اقتصادية، ثورات داخلية. أعتقد أن يعني إيران هي تدرك الألوان ولن تستطيع قفز مضيق هرمز. هناك قواعد عسكرية للولايات المتحدة، للدول الغربية في الكويت، في القاعدة العديد، في الإمارات، هناك أيضا الأسطول الخامس في البحرين. لا أعتقد أن إيران قادرة على قفل طبعا مضيق هرمز، خصوصا أن هذا الممر بحثي للتجارة الدولية. والصين أكبر مثال على ذلك، أن الصين تنصح إيران أن تكون متصالحة مع دول الجوار. إيران يعني الحل الوحيد لديها التوقف عن الإصرار على التمدد والنفوذ الإيراني في المنطقة. أنا أعتقد الآن حينما تتهم المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية تحارب إيران في اليمن، حاربها في البحرين، حاربها في السودان، حاربها في مناطق عدة. ولذلك هي لن تقف المملكة العربية السعودية أو تستسلم لإيران، خصوصا حينما تقول إيران بأن انتزاع حصة إيران في سوق النفط إنما يرتكب خيانة عظمى حق إيران سيدفع ثمنها يوم ما. أعتقد أن المملكة العربية السعودية لن ترتفع أسعار النفط الرسمية كما جاء في التقرير، لأن المملكة العربية السعودية ستتولى استقرار سوق النفط وستعوض هذين المديونين بمديونين. نعم تفضل بالبقاء معي دكتور عبد الحفيظ. سأعود مرة أخرى إليكم دكتور أسامة الملوحي. يعني البعض أو محللون يرون أن المشروع الإيراني يعني شهد عصره الذهبي في عهد الجمهورية على الإطلاق، سلمت له يعني حتى أن المسؤولين الإيرانيين تحدثوا عن أنه لا طاقة لأمريكا
احتلال أفغانستان لولا مساعدة إيران، كذلك لا طاقة لها باحتلال العراق لولا مساعدة إيران. في عهد الديمقراطيين أيضا يعني شهدت مرحلة الاتفاق النووي وإلى ما إلى ذلك. الآن في عهد ترامب البعض يقول مثل ما تحدث أيضا الدكتور عبد الحفيظ أن إيران الآن في أسوأ حالاتها، مثلما هناك قواعد أيضا أمريكية في العراق لضرب أهداف إيرانية مثلما يرى البعض. الآن دكتور، من وجهة نظركم هل سيستمر المشروع الإيراني في ظل المشروع الأمريكي خلال المرحلة المقبلة على نفس الوتيرة، أم أن هناك تغيرات في المستقبل يعني تنظر إلى يعني أولا يجب علينا أن نفهم أن هناك دولة عميقة داخل الولايات المتحدة، وهذا مثبت ومعلن، حتى ترامب قالها علنا أكثر من مرة، وقال على الضباط الكبار، لم يقل لا وزير دفاع ولا رئيس أركان، على الضباط الكبار الذين يتولون الملف السوري عليهم أن يمضوا في سياساتهم التي كانوا عليها حتى في عهد أوباما. هناك دولة عميقة، وهذه الدولة تخطط لربما يعني لعشر سنوات للمستقبل. لذلك قضية سقوط إيران مرتبط تماما بجدية هذه العقوبات. إذا كانت هذه العقوبات جدية وسيصل فعلا يعني الصادر الإيراني من النفط إلى ما يقارب الصفر، أنا أجزم لك أنها ستكون أسرع طريقة ووسيلة لإسقاط نظام الملالي. هذا النظام إذا سقط سيكون من العسير على بشار الأسد أن يبقى أيضا في السلطة، لأن الممول تقريبا الوحيد لبشار الأسد طيلة السبع سنوات الماضية هي إيران. وهناك إشارات أكثر من ذلك إلى أن الوجود الروسي في سوريا ممول ولو جزئيا من خلال أموال إيرانية. إيران استدعت الروس، الروس يصرفون الملايين عشرات بل مئات الملايين من الدولارات وهم في أزمة اقتصادية. ربما الروس يعيدون حساباتهم ويسحبوا معظم قواتهم من سوريا. بشار الأسد لن يستطيع الاستمرار، المنطقة كل المنطقة ستشهد فوضى إيجابية لنا كشعوب عربية وشعوب المنطقة، ولكنها لن تكون إيجابية لأمريكا ولإسرائيل. إسرائيل تخشى ما يسمى بالفوضى ولو كانت خلاقة. الفوضى حول إسرائيل هي رعب على إسرائيل، لا تريد أي فوضى، تريد من يمسك بالأمور ويتفاهم معها ليضمن أمنها وسلامتها من أي انفلات حول حدودها شرقا وغربا وشمالا. لذلك لنكن واضحين، التحالف الأمريكي الإيراني حاصل باعتراف الطرفين. خاتمي ذكر أن هذا التحالف بالتفصيل ذكر ذلك بمقابلة موجودة ومنشورة، أن الدعم الإيراني والموافقة الإيرانية في أفغانستان وإلى ما هنالك هو الذي يعني مكن أمريكا من أفغانستان. أما في العراق فالعراقيون كلهم يشهدون أن مجالس المدن قبل أي انتخابات بعد أشهر سلمت لأطراف كلها موالية لإيران، بل فيها إيرانيين يعني مجنسين أو هم بأصولهم إيرانية. لذلك علينا أن نفهم أن هذه التصريحات لم تتحول إلى أحداث بعد. ومرة أخرى ألفت الانتباه إلى الدور الأوروبي المنافق الذي يسعى لإنقاذ إيران، وربما الدور الأوروبي في الأغلب متفق مع أمريكا. أمريكا تبيع تصريحاتها حتى تستنزف دول الخليج بالمزيد من المليارات، وأوروبا ربما تعدل الكفة بترتيبات مع إيران. إذا صدقت أمريكا وعاقبت الشركات الأوروبية التي هي كما ذكر ضيفك أكثر من 200 شركة أكثر، إذا عقبت هذه الشركات وفعلا حوصرت إيران بطريقة جادة، عند ذلك سنقول حتى لو كان الأمر بالمال السعودي سنقول يعني أحسنت السعودية إذ أسقطت هذه المؤسسة السامة التي تبث سمومها في المنطقة، حتى لو كان ذلك بالمال. هذا الأمر إذا حصل سيغير من الأمور، سيغير من كثير من الأمور في المنطقة، وهذا التغيير تغيير استراتيجي وكبير جدا. دكتور عبد الحفيظ، إيران في أسوأ حالتها كما وصفتها،
إلى أي مدى سيستمر النفوذ الإيراني بالتواجد فعليا على الأرض في المنطقة؟ هل هناك ثمة محددات ربما مستقبلا ستواجهها؟ لا أكيد، يعني طبعا عندما يعني يتم تطبيق هذه العقوبات الدار القادمة النفسية بشكل خاص، إيران حقيقة متمددة ليس فقط عسكريا وإنما متمددة أيضا شعبيا واجتماعيا في العراق في سوريا. ولكن الخطوة الأساسية والأولى التي تستهدف إيران هي إخراج ميليشياتها العسكرية من سوريا، من العراق، من اليمن، من المنطقة. الحقيقة يعني إيران ستواجه الفترة المقبلة يعني انهيارات حقيقة اقتصادية الكثير من الانهيارات واجهتها إيران، والكثير من المشكلات، والكثير من الثورات الشعبية، والكثير من العقوبات الاقتصادية، ولكن نظام الملالي لا يزال صامدا. لا، هذه المرة ستكون يعني قاسمة، لأن حينما تتوقف صادرات إيران 2 مليون وهو الدخل الرئيسي طبعا لإيران، وطبعا عقوبات اقتصادية أخرى شديدة جدا، أعتقد ستعاني إيران من عزلة إقليمية وعزلة دولية. الآن اليوم تريد سحب أموالها من ألمانيا لتغطية أو استباقا لهذه العقوبات من أجل أن يكون لديها مخزون من الأموال. أنا أعتقد هذه خطوة مهمة جدا، وتدرك إيران يعني خطورة الأيام المقبلة. أنا أعتقد ما يدور في المنطقة هو حقيقة يدور في ضمن استراتيجية الولايات المتحدة استعادة عظمتها مرة أخرى. دكتور عبد الحفيظ، ما وصفه قبل قليل الدكتور أسامة الملوحي أنه نفاق أوروبي، هل ترى أنه خارج عن دائرة التوجيه الأمريكي؟ يعني لماذا دائما ما تلقي أوروبا بطوق النجاة لإيران لتخفيف الضغط عليها؟ أكيد يعني أوروبا الحقيقة أولا تبحث عن مصالحها، هذا جانب. الجانب الثاني الحقيقة أوروبا هي لم يعني باغتها الحقيقة ترامب بانسحابه من الاتفاق النووي الحقيقة، لكن أوروبا لن تستطيع أن تعطي أي ضمانات الحقيقة لإيران، وتدرك إيران ذلك بسبب أن يعني الدول الأوروبية هي حتى من الخلف لا يعني ليست لديها قيادة من الخلف، بل هي تعاني مشاكل داخلية فيما بينها، الهجرة، يعني دول متصارعة الآن فيما بينها، خصوصا في الفترة الأخيرة الآن بسبب الهجرة، يعني حصلت على توافق صعب جدا. ألمانيا تعاني ما بين ميركل ووزير داخليتها اليمين، يعني هناك مشاكل تم داخل أوروبا، ولن تستطيع أوروبا أن تحمي إيران أو تقدم لها أي ضمانات اقتصادية. ولذلك أنا أعتقد إيران هي في مرحلة التعري، يعني التعري العالم والإقليمي، وستواجه إيران أصعب، يعني بعدما تنفست الصعداء بعد اتفاقية الاتفاق النووي عام 2015 الذي ربطته بالنفوذ الإقليمي، ستعاني أصعب أيامها. وأنا أعتقد هذه المرة لن تصمد أمام التيار الجارف الذي يواجهها إقليميا ودوليا. شكرا لك دكتور عبد الحفيظ محبوب، أستاذ الجغرافيا السياسية، كنت معنا عبر الهاتف من جدة. ونشكرك أيضا دكتور أسامة الملوحي رئيس هيئة الإنقاذ السورية ضيفي في الاستوديو، وشكر أيضا موصول للدكتور نبيل العتوم المتخصص بالشأن الإيراني. مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية في ختام هذه الحلقة، وإلى اللقاء.